معي من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب. أهلا بك معنا أستاذ محمد، ونطلع معك على أبرز مجمل تطورات اليوم في العاصمة الخرطوم، وكيف هي أو كيف هو الوضع في هذه الأثناء كذلك؟ نعم، هو الأسبوع الثالث واليوم الأخير من الهدنة السادسة، وما زالت الاتهامات بين الطرفين، يعني يتبادلون الاتهامات بمن خرق الهدنة أولا. حقيقة شهدنا يوم طويل نهار اليوم، منذ ساعات الصباح الأولى كان هناك تحليق لطيران الجيش السوداني لم ينقطع حتى يعني منذ ساعة من الآن. كانت الطائرات تحلق، قامت بقصف العديد من مواقع تمركز الدعم السريع بحسب شهود عيان في منطقة شرق النيل، أيضا في منطقة كافوري شمال بحري، في منطقة أو ضاحية الحلفاية. أيضا اشتدت المواجهات بشدة بالأسلحة الثقيلة في منطقة شارع النيل، محيط القيادة العامة، القصر الجمهوري، أيضا بشارع الغامة جنوب غرب يعني وسط الخرطوم تحديدا. يعني هذا هو الحال، يعني ربما هذه الهدنة كسابقاتها باستثناء الهدنتين الأوائل أثناء عمليات إجلاء الرعايا الدبلوماسيين والأجانب لبعض الدول العربية والأجنبية، وربما صدقت توقعات يعني بعض المراقبين الذين كانوا يتوقعون باشتداد وتيرة هذه المعارك عقب إجلاء الرعايا الأجانب، بل وربما تتسع رقعة الاشتباكات، وهذا ما حدث بالفعل بانتقالها للأحياء السكنية. يعني ظل المراقبون يناشدون طرفي النزاع وبالأخص يعني قطاع الصحي بتشكيل غرف، وربما في هذه المرة الهدنة المعلنة التي ربما تبدأ غدا في حال إعلان طرف الدعم السريع موافقته بعد نفيها من قبل مستشار قائد قوات الدعم السريع على سكاي نيوز، ربما يناشدون بتشكيل آليات رقابة، وهذا ما خرج به الاجتماع في الاتحاد الأفريقي يوم أمس. ربما يتم استحداث آليات للرقابة لرصد هذه الخروقات وتحديد المسارات الآمنة وتسميتها ويتم الإعلان عنها، ربما تسهم في الكثير من على الصعيد الصحي، ربما إيصال الإمداد الدوائي للمستشفيات التي شارف يعني مخزونها على النفاد، أيضا تسهيل حركة الكادر الصحي، أيضا الأطقم الإعلامية التي تعاني حقيقة من رصد ما يجري على الأرض والوقوف على الحقائق في ظل التراشق الإعلامي بين الطرفين، أيضا ربما تسهم في تخفيف المعاناة التي تواجه المواطن السوداني من غلاء الأسعار وندرة السيولة النقدية، ويعني تباعا تتفاقم يوما بعد يوم أزمة المواطن السوداني في ظل اشتداد النزاع. نعم، جزيل الشكر للصحفي السوداني محمد الطيب الذي كان معنا مباشرة من الخرطوم.